توفيت الفنانة التونسية مفيدة التلاتلي عن عمر يناهز 74 عاما. الفنانة الراحلة مفيدة التلاتلي هي كاتبة ومخرجة سينمائية وفنانة تونسية، ولدت في العام 1947 ودرست السينما في العاصمة الفرنسية باريس، وعملت بعدها في التلفزيون الفرنسي كمحررة نصوص ومديرة إنتاج، ثم عادت إلى تونس في عام 1972 ونالت شهرة في المجال السينمائي بفضل عملها في المونتاج السينمائي أولا، وتعاونت من خلال هذه الأفلام مع عدد من المخرجات، واختيرت وزيرة للثقافة في حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت عام 2011، وشاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. واتجهت الراحلة فيما بعد إلى الكتابة والإخراج، ونالت اهتماما كبيرا بعد إخراجها لأول أفلامها صمت القصور الذي شاركت في بطولته هند صبري، وحازت من خلاله على جائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي في عام 1974. الفنانة مفيدة التلاتلي هي أول من اكتشفت الفنانة التونسية هند صبري، وكان عمرها حينها 14 عام بعد أن منحتها دور البطولة في فيلم صمت القصور. ونعى عدد من الفنانين التونسيين والعرب الراحلة واصفين إياها بالأيقونة، وكتبت الفنانة درة: لا زلت لا أصدق رحيل الفنانة والمخرجة التونسية المبدعة مفيدة التلاتلي. نحن نفقد في آخر سنتين الجيل الذي جعلنا نحب السينما والفن في الوطن العربي، رحلت مبكرا يا مفيدة. أما الفنانة هند صبري فكتبت تدوينة قالت فيها: المرأة التي غيرت حياتي رحلت اليوم، المرأة التي اكتشفتني ورأت ما لم يراه غيرها رحلت اليوم، وطوت صفحة لم أكن جاهزة لطيها. مفى المرأة، الأم، الصوت الرنان، الإحساس المرهف الذي أتعبها وجعلها تصنع روائح سينمائية في نفس الوقت، إحساس بحثت عنه كثيرا ولم أرى له مثيلا لا قبلها ولا بعدها. حضن دافئ احتواني أنا وطفلة خائفة من عالم جديد، حضن يلمس القلب بشهادة كل من اقترب منها أو عمل معها، ابتسامة تخفي حزنا عميقا غامضا رغم الحمرة التي لا تفارق شفايفها، عينان لم أرى لعمق بصيرتهما مثيلا، صوتك وأنت تقولين لي هندشتي كلما أراك أو أحدثك، افتقدتك وأنت حية وسأفتقد جزءا من نفسي بعد رحيلك. والسينما العربية افتقدت إحدى عظمائها اليوم، عزائي الخالص لكل أفراد أسرتك الصغيرة والكبيرة التي لي الشرف إنني أنتمي إليها. شكرا مفا على كل شيء، شكرا معلمتي لروحك الطيبة. السلام.